السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم؟ كل شيء بخير؟ كي دايرين؟ ما الأجواء؟ كل شيء هو داك 5 5. المهم تنتمنى تكونوا بخير على خير، وتنشكركم بزاف العائلة الصغيرة ديال القناة، شكرا جزيلا. وتنشكر جميع الإخوان في التعاليق اللي تيرسلوني في التعاليق، وأنا راه تنجاوب جميع الإخوان على التساؤلات ديالهم ما أمكن. ومني تطيح ليا الفرصة وتلقاها راه تندير لكم فيديو توضيحي على بعض التساؤلات ديال الإخوان. وكذلك تنشكر المشتركين الجدد، وكذلك إلى كنتي أول مرة تشوف القناة وبديت تستفد معنا، فهناك فيديوهات كتار ممكن إنسان يستفد منهم ويديباني بهم راسهم باش ما يبقاش أونبان. وهذا هو المبتغى ديال القناة، أننا نتعاونوا بعضياتنا واننا نعطيو حلول لبعضياتنا. ونبداو على بركه الله باش ما نطولش. بطبيعه الحال بلا ما تنساو ديروا لنا واحد الاشتراك، وديروا لنا واحد القليب، واحد اللايك، وبارطاجيو ما امكن الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاخوان ديالكم باش تعمل فائده ان شاء الله. ونبداو على بركه الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. اليوم ان شاء الله جيت نهضر لكم على الكلابي، الكلابي ديال ليمبيكا، وكيفاش ممكن اننا نريغلو هاد الكلابي ديال ليمبيكا. نقول لكم الاخوان يتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، علاش؟ حيت تندير بعد نوبه الفيديوهات وتيبقاو تيطرحوا عليا اسئله في الكومونتير، والاجوبه ديالهم طبيعه الحال تيكونوا في وسط الفيديو، ولكن انسان من حكم ديال السرعه، عصر السرعه، تيبدا بنادم تيزرب زرب زرب وتيفوتوا عليه بعد نوبه معلومات اللي هي مهمه تتقال في الفيديو وما تنتبعش ليها الانسان، وتعاود يطرح لك ثاني سؤال اخر. فلهذا المهم انسان يتبع المعلومه من الاول حتى الاخر باش يكابتي كاع داكشي اللي خصو من الفيديو. المهم هذه ملاحظه بسيطه، وتنتمنى المهم تفاعلوا مع هذه القضيه هذه. ونبداو على بركه الله. كما تشوفوا معايا الاخوان، هذا كلابي ديال ليمبيكا، هذا الكلابي هو، هذا هو الكلابي اللي تيدير لينا ميلونج، تيدخل منه الريح الموتور، وتدخل لينا كذلك ليسونس الغرفة الاحتراق. وهذا الكلابي كما تشوفوا الاخوان فهو كلابي دوريجين، باش تعرفوا دوريجين تكون مكتوبه في هاد اكس كاكا ولا اكس اكس اكس، هادو تتكون مطبوعه فيهم، هذا باش تعرف بانه راه الكلابي دوريجين. وكاينين كلابيات اوردينير ما تيكونش فيهم هاد الطبع هذا، فضروري من الاخوان انكم تنتبهوا. هذا هو الفرق بين دوريجين اوريجينال والعادي، راه بطبيعة الحال ما تتكونش فيها هذه الكتابة هذه. وكما تشوفوا معنا هذا الكلابي، هذا هو ديال ليمبيكا كما قلت لكم، تيخدم على المهم سوينغ سيتيزان ليبيرو كاع المطر تيخدم عليهم تقريبا هذا الكلابي هذا. وهاد الريشات ديالو ها هما كما تشوفوا، راه كاينة هاد الريشة هادي هي كما تسمعوها، الريشة اللي هي زيرة مزيانة، وعندنا الجهة الأخرى هاد الريشة مرخوفة شوية، مرخوفة هانتوما كيما تشوفو تيبان الضوء من هنا. هاد الورقة هادي من التحت من هنا حتى لهنا مرخوفة، وما خصش تكون هكا، خصها تكون صامتة. هاد الريشات هادي يكونو صامتين هنا باش تعطينا النغمه في الموتور، وكذلك تيكون الميلونج ديال ليسانس اير في الموتور مزيان. والطريقه باش غادي نريغلو هاد الكلابي هي اول حاجه تحل الكلابي وتغسل، تغسل مزيان وتنقى، وهاد الريشات هادو تا هما يتنقاو ليسانس والشيتا يتنقاو مزيان، وكذلك يتنقى هنا هاد البلاصه هادي بين هاد الريشات هادو وهاد البلاصه هادي هنا لداخل، تيكون بعد نوبه الاوساخ والتراب ولا المهم هادوك الاوساخ تيكونوا هنا في الجناب، ما تيخليو ليناش هاد الريشه هادي انها دير كونتاكت ديريكت في السطح ديال هاد الكلابي هذا.
فلهذا خصنا نتواياج اول حاجه قبل ما نصابوا هاد الكلابي هذا. اما بالنسبه للطريقه كيفاش نجربوا الكلابي فهي خصنا نصوتوا هنا في هاد البلاصه هادي تخرج لينا الريح، ومنين نسبيريو الريح من هنا ما يدخلش لينا الريح، ما يدش لينا الريح، منين نمصو الريح من هنا هادو تيتجمعوا ما يخليوش لنا البرد يدخل من هنا. هذه الطريقه باش نجربوا الكلابي ديالنا واش مزيان ولا لا. بالنسبه لهذا الكلابي هذا ديجا منقي، المهم هاد الريشه هادي كما تشوفوا الاخوان ها هي تسمعوها، فهي قاسحه مزيره مزيان. هنا غادي نديروا لهاد النحاسات هادو واحد شويه هكا نساومي واحد شوي ماشي بزاف باش ما يكونش عندنا الجو بزاف. كده تسمع هادي ها هي مزيره، وهادي كما قلت لكم هي مرخوفه. الطريقه اللي غادي نديروا لها الاخوان باش نصاوبوها هي غادي ناخذوا واحد طريف ديال التيفلور، ها هو كما تشوفوا طريف هكا نلويوه تلوه مزيان ونديرو على جوج، نديرو على جوج ونديرو في البلاصة اللي فيها الريشة اللي قلنا فيها الضوء هادي هاهي هاهي كما تشوفوا معايا الإخوان، ومعطوش واضحة ولا لا. المهم هاهي هادي هكا غادي نزيرو بها هادي هكا باش تبقى صامتة. غادي نديرو هاد التيفلو هنا وغادي نزلوه لتحت مزيان، ولا اقتضى الحال نعاودو نزيدو طرف اخر. تنشوفو دابا هاهي بدات تتجمع واحد شويه، نعاودو تاني نزيدو لها طريف اخر. وهاد التيفلو هذا راه ما عندو ما يأثر، غادي منين نكملو غادي نقطعو ليه هاد الطريف من هنا، نقطعو ليه هاد الطريف هذا من هنا وغادي يبقى هنا لداخل ما عندو ما يأثر على الموتور. ومن بعد ما ركبنا هذاك الطريف ديال التيفلون ديالنا في الكلابي النتيجة هو طريف، ها هي الريشة ديالتنا صمتات. هانتوما تما انها ولات صامتة هكا. رقلنا الكلابي ديالنا مزيان، نزيدو واحد شوية حتى دي مزيرة، نبعد هاد النحاسة شوية، نبقاو هكا حتى ترقلنا الكلابي مزيان. وغادي نجربو هي مزيانة ما تتخرجش النفس مزيان صامتة. وهذا هو الريكلاج ديال الكلابي، وهذا ما كان كما شفتوا الكلابي ديالنا هو ناضي. بالنسبه للمعلومه اللي بغيت نشارك معكم والاخوان كلهم، كاين واحد المتتبع انه تيدير جوانات ديال الكلابي تيبقاو تيطرطقوا ليه، فاخي الكريم جوان ديال الكلابي ولا اي جوان من الاحسن نشدوهم ونديروا واحد شويه ديال الماء ونفزقوهم، يكونوا رطبين نفزقوهم نديروا واحد القطيره ديال الزيت، الزيت ديال الموتور واحد القطيره مع داك الماء، ونغطسوا هذوك الجوانات نخليهم يفزقوا واحد شويه، ولا ندهنوا هذوك الجوانات بالزيت، ندهنوا هذوك الجوانات شي شويه بالزيت ونركبوا الجوان ديالنا. هكا راه هذه الجوان هذه يصبر معنا واحد المده اللي هي مده طويله وما غاديش يبقى يطرطق. وقضية أخرى، جوانات من الأحسن ناخدو جوانات اللي هما مزيانين، حيت كاينين جوانات اللي هما كيما تنقولو سواقيين، من طبيعة الحال هادوك الجوانات راه تيكونو عيانين المادة باش مصنوعين، ماشي شي مادة اللي مزيانة. وهادشي علاش تيديرو لنا بحال هاد المشاكل، إما تتكون عندنا فويت في الماكينة تتبان ليك الماكينة تتسيل، المهم الجناب ديال الكيلاص ولا الجناب ديال البيبا فيهم الزيت. فلهذا من الاحسن ناخذ جوانات يكونوا بكاليتي زوينه
واخا زايده واحد جوج دراهم ثلاثه دراهم ترى خمسه دراهم ماشي مشكل. المهم تتهنى على موطورك تدير حاجه مزيانه وتتنساها. وهذا ما كان، وشكرا بزاف الاخوان، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيو مع الاخوان، ديروا لنا واحد اللايك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. راه باقي مواضيع اخرين خاصني شويه ديال الوقت باش نتكلم عليهم. ودائما انا في الاستماع ديالكم في الكومنتير، اذا كان شي تساؤل ولا شي حاجه مرحبا والف مرحبا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.